السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحلى عالم، عالم الطيور. اليوم هو الخميس. ما اليوم؟ الخميس 15/10/2020. اليوم درسنا في مادة اللغة العربية عن مراجعة الحروف وحرف الإس على الكتاب غير الملون. الحروف اللي أخذناها سابقاً، أخذنا حرف الإب. مين يحكي لي كلمة بحرف الإب؟ إب بابا. ممتاز. أخذنا حرف الإم. مين يحكي لنا كلمة فيها حرف الإم؟ إم ماما. ممتازين. طيب أخذنا حرف الإر. مين يحكي لنا كلمة فيها حرف الإر؟ إر راس. ممتاز. وأخذنا حرف إيش؟ الإس. حرف الإس. مين يحكي لنا كلمة فيها حرف الإس؟ إس سور. إس سور. طيب نفتح كتابنا للغة العربية، الكتاب غير الملون. بدنا نحل المراجعة حرف الإس أنا وياكم. في عندنا أول تمرين حرف السين. الإس هو ألون. أول تمرين ألون. إيش يعني ألون؟ في عندنا رسمة إيش؟ سور. إذا ألون السور. أختار اللون. نختار اللون، نبدأ نلون بالسور بنفس الاتجاه وداخل الخطوط. ما بنطلع خطنا برا، وبهاي الطريقة بنكمل تلوين السور كله. طيب هاي عندنا رسمة ايش؟ خس. ايش لون الخس؟ خس لونه أخضر. نختار اللون الأخضر وبنبلش نلون بورقات الخس. بنلون داخل الخطوط، ما بنطلع ألواننا برا الخط. بنحاول نلون بنفس الاتجاه لحتى ألواننا تطلع جميلة، وبنكمل جميع الشكل الخاص. بعديها في عنا ننزل على التمرين. تمريننا ايش؟ اكتب. احنا بايش بنكتب؟ بالقلم. بنجيب قلمنا الرصاص، بنبلش نكتب. عندنا كلمة سور. هاي ايش يعني بدي اكتب؟ يعني عندنا حرف الاس مكتوب واحنا بدنا نعلم عليه. نعلم عليه بقلمنا الرصاص. شفتوا كيف علمت على حرف الاس وصار لونه اقوى؟ اس سور. في عندنا كمان خس. ببدأ أعلم على حرف الإس. علمنا على حرف الإس. إس خس. طيب ننزل للتمرين اللي بعدين، نقرأ السؤال. أصل بخط أخضر بين أشكال حرف السين. إذا بروح على ألواني وباخذ اللون الأخضر. أي لون بدي أختار؟ اللون الأخضر. وبنزل أشوف الحروف، أي حرف فيهم حرف الإس بوصله. أول أحط عليها دائرة، ها حرف الإس. كمان هذا إس؟ لا. هذا الإس بيشبه بس عنده نقاط؟ لا. هذا إس؟ لا. ها؟ لا. هذا حرف الإس؟ نعم. أحط عليه دائرة. هذا حرف الإس؟ نعم. أحط عليه دائرة. هذا حرف الإس؟ لا. طيب اللي حطيت عليهم دوائر أوصلهم بخط، أوصل بيناتهم بخط، أو بصير بدون ما أحط عليهم دائرة بوصل مباشرة بخط من الإس للإس، بس بكون عارف وين هم حروف الإس. بعديها بنزل على التمرين اللي بعدين، بحكينا ألون الصورة التي أسمع في اسمها صوت حرف الإس. كنا نحكي إس سيارة ولا إس خيار؟ إس سيارة. ممتاز. إذا بجيب لون، بختار اللون اللي بدي إياه. مثلا بختار اللون الأصفر، بلون السيارة بلون أصفر. أي لون أنتم بتحبوه بنختار، ونلون بنفس الاتجاه وما بنطلع ألواننا برا الخط، ونكمل لون السيارة. الخيار من لونه؟ لا، لأنه ما في حرف الإس.
بعديها من وهيك عالم العصافير والطيور الحلوين، انا وياكو حلينا هاي الصفحه مع بعض، وانتو عليكم واجب هاي الصفحه رقم 15. الواجب اللي هو نكتب هون حرف الاس اول الكلمه، وهون نكتب اس اخر الكلمه، بعدها ننزل هون على التمرين ونضع دائره حول حرف الاس هون في هاي الكلمه، هاي الكلمه فيها حرفين نضع عليهم دائره، بتحلوه وتبعثوا لي تمرين لحتى اصلح لكم اياه. هذا التمرين اللي تحت لسه ما دربنا عليه، ما بدنا اياه. يعطيكم العافيه.